اليوم في دوازتي غادي نقترح عليكم كيكات فرديين وغادي نحتاجوا في المقادير باش نوجدوا هاد الكيكات فرديين دي ميني كيك. غادي نحتاجوا 4 البيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، وغادي نحتاجوا تقريبا 2 كيسان حتى 3 كيسان ديال دقيق الفورس، خماره واحده ديال الحلوه، قشور ليمونه محكوكه، وغادي نحتاجوا شويه ديال الزبده وكوارطات ديال المادلين باش غادي نوجدوا هاد الكيكات الفرديين. غادي نعاودوا بالنسبه للمقادير باش نوجدوا هاد الكيكات الفرديين. قلنا غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر سنيده، كنعبروا بالكاس ديال العنبه، كاس ديال الحليب سائل، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، تقريبا 2 الكيسان حتى 3 الكيسان ديال دقيق الفورس، خماره واحده ديال الحلوه، قشور ديال الليمونه محكوكه، شويه ديال الزبده وكوارطات ديال المادلين باش غادي نوجدوا هاد الكيكات الفرديين. وغادي نحتاجوا تقريبا اما معلقه ديال الكاكاو او حبيبات ديال الشوكولات، لي بيبي دو شوكولا، او لا ممكن نوجدوهم. غادي ناخذوا غير الشوكولات ونخلطوه مزيان، يعني ندوبوه، وغادي ناخذوا ونحاولوا اننا اما بسرنج او لا غير بواحد المعلقه صغيره نديرو ناخذوا داك الورق السلفوريزي ونحاولوا اننا نديرو هكا حبيبات صغيورين وندخلوهم الثلاجه حتى كي يعني يبردوا، وعاد ديك الساعه ممكن نضيفهم لهذا الخليط. غادي نعطيكم الطريقه. قلنا في الخلاط الكهربائي غادي نضربوا 4 البيضات، نضيفوا ليهم كاس ديال السكر سنيده، دائما كنعبروا بالكاس العنبه ملي كيتخلطوا مزيان سواء بالخلاط الكهربائي ولا بالطراب الكهربائي، كنخلطوا 4 البيضات مع كاس ديال السكر سنيده، عاد كنضيفوا كاس ديال الزيت، نضيفو كذلك كاس ديال الحليب، وملي كيتخلطوا هاد المقادير كلها كنضيفو قشور ديال الليمونه محكوكه، وكنمشيو كنخلطوا تقريبا غادي تجينا لانه فيها الزيت وفيها كذلك الحليب والبيضات، يعني 4 البيضات فيها السوائل بزاف، فغادي تجينا تقريبا 1/3 الكيسان ديال دقيق الفورس مغربلين، نحاولوا نغربلوهم 2 المرات على الاقل، خماره ديال الحلوه كذلك، وعاديك الساعه كنضيفوها للخليط ديال السوائل ديال كاس السكر وكاس الزيت وكاس ديال الحليب و4 البيضات، كنجمعوهم 3 الكيسان ديال دقيق الفورس مع خماره واحده ديال الحلوه يكونوا مغربلين مزيان، كنا نسمناهم بقشور ديال الليمونه محكوكة. من بعد ملي كيتخلط لنا هذا العجين ديال الكيك فلكم الاختيار، اما غادي نضيفوا ليه نقسموا العجين نخليو كميه منها بيضه وكميه غادي نديروا ليها 2 معلقات كبار ديال الكاكاو والشوكولاته غبره من النوع الممتاز، ممكن كذلك كميه منها غادي نضيفوا ليها واحد شويه ديال الزبيب مخلط مع شويه ديال الطحين باش يتخلط في الكيك كله ما يجيناش في جهه واحده، كميه ممكن اننا نديروا فيها هادوك الحبيبات ديال الشوكولات لي بيبي شوكولا سواء اللي كيتباعوا واجدين او لا نحاولوا اننا نصايبوهم كيف عطينا في الطريقه. فديك الساعه غادي ناخذوا هادوك المولات الفرديين ديال الكيك ديال الميني كيك او لا دوك الكويغطات ديال المادلين ناخذوهم ونحاولوا ندوبلوهم تقريبا في كل كويغط نديروا فيه 2 كويغطات وندهنوا لهذاك الاول يعني الفوقاني اللي غادي نديروا فيه الكيك غادي ندهنوا بشويه ديال الزبده، ولا عندنا هادوك لي مول الفرديين اللي ما كيلصقوش او لا السيليكون فممكن نديرو مباشرة بلا ما ندهنو، وكناخدو كمية تقريبا 2 معالق كبار من هاد الخليط ديال الكيك، يعني كنوصلو للثلث ديال الكويغطات، وكيف قلنا إما كنرميو فيهم شوية ديال حبيبات الشوكولات، كتجينا تقريبا كمية ديال هاد الكويغطات ديال المادلين، هاد المادلين كمية تقريبا شي 6 الحبات نديرو فيهم كيف قلنا الحبيبات ديال الشوكولات باش ملي كيطيبو كيبقى يدوب شوية ديال الشوكولات، كمية غادي تجينا اللون ديالها بيض وفيها شوية ديال الزبيب، كمية كذلك غادي تجينا اللون ديالها غامق لأنه درنا فيها الكاكاو، يعني نحاولوا نلعبوا بهذا الخليط ديال الكيك باش نوعوا بالنسبه للاطفال، وكيكون كنعرفوا عايز عليهم الشوكولاته، ومن بعد كنطيبوها في الطريقه العاديه على حسب الفران ديال كل سيده، ما كتحتاج للطياب بزاف تقريبا واحد 20 دقيقه ثلث ساعه حتى ل 25 دقيقه، ومن بعد كنخرجوها، فكتكون في هذوك من الافضل اننا نختار وليداتنا يعني دوك الكويغطات ديال المادلين باشكال مختلفين يعني فيها الوان واشكال مختلفه، ممكن يمشيو بها يعني في الكوتي او لا في الصباح يديوها معاهم المدرسه. وقلنا بالنسبه للتزيين ملي نخرجوها ممكن على انه نديرو واحد شويه ديال عصير الليمون نخلطو واحد معلقه ديال السكر كلاصي حتى كيتخلط مزيان ونحصلو على واحد الكريمه مخلطه ما بين السكر كلاصي وما بين عصير الليمون، يعني كلاصاج خفيف ممكن نديروه في الوجه ديال هاد الميني كيك، وملي كيبقى يدمع هكا كيعطي واحد المنظر هكا بداك اللون شويه اورانج شويه ليموني شويه بيض، ممكن كذلك من الوجه ديال هاد لي كيك غادي ناخذو واحد شويه ديال الشوكولات ندوبوه الاسود داك الشوكولات الكحل ندوبوه ونضيفو ليه 2 معالق كبار
ديال الحليب مركز محلى فهو كيجي عاق التكستور ديالو كتجي عاقده وكيف قلنا ملي كنزلوه وكنخليوه يدمع يعني على الجناب فكيعطي واحد المنظر ممكن كذلك نديرو الشوكولاته مذوب مع شويه ديال اللوز مقلي ومهرمش او شويه ديال البيستاج فكيبقى على حسب الرغبه ديالكم على حسب الاقتراح ديالكم وتفنوا في التزيين فكيجيو لذاد ونتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله بالصحه والراحه.